مرحبا، كيفكم صبايا؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. طبعا اواسي كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، عهده الله علينا وعليكم بالخير. اليوم ان شاء الله ما بدي اطول عليكم، اليوم معنا ماسك جديد كتير حلو كتير بسيط، وهالماسك يعني لو داوبنا عليه راح ان شاء الله نتخلص من اي عيوب موجوده بالبشره. وهالماسك بسيط مثل ما تعودنا انه من البيت ومفيد جدا. طبعا اذا اول مره بتشوفونا لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناه سبسكرايب بالضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي بالتعليقات شو النتيجه طلعت معكم، او إذا عندكم أي تعليق أو أي سؤال أو فكرة جديدة ياريت تكتبوا ليها بالتعليقات وأنا راح أرد عليكم إن شاء الله. وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح نعمل الماسكات اللي أنتوا تطلبوها وأي شيء أنتوا حابينه. طبعا ما بدي أطول عليكم، يلا نروح نبدأ بالماسك. اليوم مثل ما قلت لكم الماسك بسيط وكله من البيت. عندنا اول شيء راح نستخدمه اللي هو الحليب، حليب البودر عادي، واذا ما عندك حليب بودر ممكن تستخدمي حليب سائل، معلقه كبيره او اذا اشتغلتي بمعلقه صغيره مثلي ممكن تحطي معلقتين. طبعا مثل ما كلنا عارفين انه الحليب بيحتوي على حمض اللبنيك، وهذا مفيد ومقشر ممتاز للخلايا الميته في الجلد. وعندنا البروتينات طبعا الموجوده بالحليب والانزيمات بتساعد في ترطيب البشره، كمان بتساعد في تليين الجلد لحتى نستفيد معنا. طبعا بالخلطه بيكون معنا عصير ليمون لحتى الجلد الجسم يستفيد اكبر استفاده من عصير الليمون. طبعا احنا حنضيف نفس الكميه، معلقه كبيره او معلقتين صغار من عصير الليمون او نص ليمونه صغيره، ممكن نعصر نص ليمونة صغيرة وخلص. ومثل ما كنا عارفين انه الليمون غني جدا بفيتامين سي اللي هو بيساعد بشرتنا على انتاج الكولاجين، بنخلطه منيح. طبعا وقلنا هو برضو الليمون مقشر ممتاز للبشرة وبيعمل ايش؟ تبييض للبشرة، لانه الليمون بيفوت في البشرة وبيقلل من التصبغات، وعندنا بيقلل فيتامين سي بيساعد في التقليل من افراز الميلانين، صبغه الميلانين اللي هي بتعطي اللون الغامق للبشره. طبعا بنخلطهم مثل ما حكينا منيح، وبعدين بنضيف عليهم بيصيروا مثل العجين، نضيف عليهم عسل، معلقه كبيره عسل او معلقتين عسل. وطبعا كنا عارفين فوائد العسل ما بدنا نحكي عنه. بنضيف معلقتين عسل على الخليط، او معلقة كبيرة مثل ما حكينا، وبنضلنا نخلط فيه لحتى يصير كريمي او شبه العجين نقدر نفرد على بشرتنا. محتاجين طبعا معلقة تانية. معلقة عسل تانية، انه انا اشتغلت بمعلقة صغيرة، فيك تشتغل بمعلقة كبيرة وتحطي معلقة واحدة من كل مكون. القوام صار كريمي وهلأ بدنا نفرده على البشرة. طبعا راح نحط على بشرتنا، راح نفرده على البشرة لمدة 20 دقيقة. طبعا انا راح اجرب على وشي وعلى ايدي مثل ما انتم شايفين، بس هذا يعني للوش، يعني هذا الماسك نحطه لمدة 20 دقيقة، نفرده لمدة 20 دقيقة
وبعد 20 دقيقة بنغسله بمية دافية. هالماسك بنعمله يوميا قبل ما ننام. ان شاء الله مع هالماسك راح تتخلصي نهائيا من كل عيوب البشرة، وراح تحسي دايما حتضل بشرتك على طول نضرة. يعني لو عندك شغل الصبح، لو عندك اي شيء، راح تلاحظي انه وجهك مفتح ومش محتاج اي شيء. راح نستنى 20 دقيقة وبعدين بنشوف شو بصير. رجعت لكم بعد ما غسلت وجهي وايدي، وانتم مثل ما انتم شايفين نتائج كتير حلوة. وان شاء الله لو دومت عليه كل يوم راح تلاحظوا كتير نتائج حلوة، راح تلاحظوا انه بشرتكم كتير مرتاحة. ومثل ما قلنا يعني انه لو كان عندك اي مشوار، لو انت ست بتشتغلي، ما راح تحتاجي تعملي بشرتك قبل ما تطلعي كتير، لانها راح تكون مرتاحة. بس حتحطي الميك اب على طول وتطلعي على شغلك. ان شاء الله يكون هالفيديو عجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالماسك. باي.